أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم تنفيذ تطوير نوعي شامل على مختلف الأصعدة بمدينة شرم الشيخ، وأوضح مدبولي أن هناك 717 تاكسي يعملون بنظام تتبع، وبداخل كل تاكسي كاميرا داخلية للتأكد من أن كل سائح في أقصى درجات الأمن والأمان. إحنا بنعمل تطوير نوعي شامل لمدينة شرم الشيخ في كل شيء، ويمكن يعني الزملاء امبارح انا عايز اتكلم على ان احنا ازاي بنحول مدينه شرم الشيخ لمدينه ذكيه. يعني عندنا الحقيقه امبارح شفنا منظومه التاكسيات الجديده اللي هتبقى موجوده. هنا عندنا اكثر من 717 تاكسي هيبقوا اللي موجودين كل المدينه النهارده، منظومه التاكسي اللي هتبقى موجوده عشان حضراتكم بس نبقى متخيلينها. كل تاكسي فيه نظام تتبع بحيث يبقى عندي انا مبنى مركزي ووحده مركزيه على مستوى شرم، أنا شايف كل مركبة بتتحرك، التاكسيات هنا أنا بتكلم على التاكسيات، عارف مكانها بتتحرك فين في اللحظة، في أي لحظة وشايفها. والأهم جوه كل تاكسي في كاميرا داخلية بتقدر النهاردة عشان نبقى مطمئنين إن أي سائح أو أي راكب موجود بيبقى يعني في أقصى درجات الأمن والأمان. في منظومة كاملة للعداد الدفع، وده بيبقى حتى بنظام الكريدت كارد ممكن بيدفع قيمة السداد أجرة التاكسي بالمكنة اللي هي بتسحب الفلوس من خلال الكريدت كارد. منظومة كاملة حتى نقدر ان احنا نوجه السائق وهو بيسوق من المركز، من المبنى المركزي، نقدر نكلمه ونقول له لو في اي مشكلة نقدر نتعامل معها بصورة فورية.